على جائزة عبد الله أبو دريب، وفتحت البوابات وانطلقت الأفراس المشاركة معنا في هذا الشوط، الشوط الثالث على جائزة عبد الله أبو دريب السبيعي رحمه الله، أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه على مسافة 2000 متر، قيمة الجائزة 54,000 ريال. ومزلزل الآن في المقدمة، منافسة من شقرة بركود الآن في المركز الثالث، مزلزلة لازالت في المقدمة الآن، مزلزلة لازالت في المقدمة، شقرة بركود أيضا منافسة، وهناك أيضا انطلاقة من محبوبة عزام، وشقرة بركود في المرتبة الثالثة، ومزلزلة لازالت في المقدمة، مزلزلة لازالت في المقدمة، محاذاة أيضا بين مزلزلة وأيضا محبوبة عزام، وانطلاقة من الأفراس المشاركة معنا في هذا الشوط، تنافس مثير على جائزة عبد الله أبو دريب السبيعي، ومنافسة في المركز الأول بين محبوبة عزام ومزلزلة أيضا، مزلزلة لازالت تتقدم الأفراس المشاركة، هناك أيضا من الخارج شقرة بركود تتقدم إلى المرتبة الثالثة، ومنافسة مع محبوبة عزام، ولا زالت مزلزلة في المقدمة، تنافس مثير أيضا، دخول من وردة انتظار ومن الوسط، شقرة بركود مزلزلة شقرة بركود الآن تتقدم، وتقدم من أريجة أيضا، وشقرة بركود تنافس مثير أيضا، هناك ظهور من البان ظهور أيضا من البان في هذا الشوط، وأريجة في المقدمة الآن ما تتقدم الأفراس، دخول أيضا من سنارة، أريجة سنارة وأياما، ألف مبروك لأريجة، تقدم من أريجة وتحقيق نتيجة في هذا الشوط، دخول أيضا من هياما.